نفس الكلام increase the difference between the membrane. عارفين بيشتغل فين الاستريكنين يا ولاد؟ في المنطقه دي. بصوا عليا ده عباره عن الفنترال هول، ده عباره عن الفنترال هول. شايفين الخليه دي؟ دي انتيريور هورن سيل عادي اللي هي بتعمل الريفلكسات، صح؟ شايفين الوصله دي؟ دي وصله اكزيتاتور. الخليه دي اسمها رينشاو سيلز، رينشاو سيلز. الخليه دي انهبيتور، الخليه دي انهبيتور. وظيفتها انها تحجم نشاط الانتيريور هورن سيل، بمعنى ان الخليه الانتيريور هورن سيل عامله اليه عشان تظبط روحها، عشان ما يحصلهاش نوع من الاوفر اكتيفيتي، عن طريق ان هي كل ما تيجي تشتغل الاشاره صحيح هتيجي في اللحظه دي وتمشي بالشكل ده، تمام؟ لكن في جزء من الاشاره هيلف وينشط دي، وهياخد وقت على بال ما ينزل ماده انهبيتوري هنا. يبقى معنى كده ان انا هبعت اشارات باستمرار ولا هبعت اشارات واقف؟ هبعت اشارات واقف. ده ليه؟ لان الخليه دي نزلت ماده هنا ايه؟ انهبيتوري. عارفين الاستريكنين بيعمل ايه؟ بيمنع الخليه دي انها تنزل الماده الانهبيتوري. متخيلين دي نشاطها هيبقى ايه؟ عارفين لما الانتيريور هورن سيلز بتاعتك تتكلم، عارفين ممكن يحصل ايه في عضلاتك؟ هوريكم منظر مهم. واشهر عضله عندك بنتحكم فيها بالانتيريور هورن سيل الدايفراج. يبقى ماده زي دي هتعمل ايه في النفس بتاعك؟ عرفت ليه سماها سم؟ انها قاتله.